السلام عليكم أيها السيدات والسادة. الاتحاد أنهى بناء كأس روشن ويقول للجميع بالروح، الدوري ما يروح. نعم البعد طال، لكنه صنع اليوم ما يترك لكم الحديث عنه وإنجازه لسنوات. عالمية جديدة بمدرج ثابت في الرخاء والشدة، متنوع ما بين الكبار والصغار، لأنمار وزملائه، نونو وفريق عمله، حجازي وكتيبة النمور، لم يكتفوا بمنصة التتويج وإنما زينوها مجازا بمقولة المتنبي: أنا الذي نظر الأعمى إلى لعبي وأسمعت أهدافي من به صمم. مع نهاية مباراة الاتحاد غرد صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز فور انتهاء المباراة مباركا لنادي الاتحاد، وقال: نبارك لنادي الاتحاد تحقيق دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023، وأعلن عن مكافأة 3 مليون ريال لنادي الاتحاد. يستاهل الاتحاد، ألف مبروك لإدارة الإدارية، إدارة الفنية، للاعبي، لجمهور اللي كان في المجمع اليوم أو حضر في جدة، لكل من تابع الاتحاد طيلة هذا الدوري من خلف الشاشة ودعمه وحقق معه الرقم الأعلى حضورا جماهيريا، عودة لأحد أبطال المملكة العربية السعودية في هذه المسابقة، وإن طالت فإنها تتحقق اليوم هذه العودة. بداية رحب بنجوم كرة في هذا المساء، ورحب بالعزيز ماجد التويجري، مساكم الخير أبو تركي. أهلا وسهلا أبو علي، الله يحييك. أبو نايف مساك بالخير. يا هلا ويا مرحبا فيك وفي الأخوة المشاهدين وفي الزملاء الأعزاء، وسعيد بالتواجد مع الأستاذ ماجد اللي من زمان ما شفته وجماني أسمع، مو بزي العادة يعني. يعني بتعلم الناس اللي من زمان ما طلعت بس. لا أنا من زمان ما أسمعك، مو أنت من زمان ما طلعت. وبالتأكيد أبو أميرة وأقول له مبروك نقاط الأمان. جميل. وعبد العزيز مسك في الخير، أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا فيك في هاليوم التاريخي للاتحاديين، سلم عليهم أكيد كلهم يتابعوننا الحين، مبروكين نقول لهم، رحف أبو أميرة في الأخوان، وإن شاء الله نقدم حلقة تليق بالاتحاد وإنجازه. يستاهل. من جدة أيضا التحقوا بنا حاتم خيامي، أبو أميرة مسك بالخير، أهلا وسهلا باسم الجميع. مبروك النقاط الثلاث، مبروك بقاء الوحدة. الله يسلمك ويحفظك يا رب، تحياتي لك بالتأكيد أبو نورة، وتحياتي للعزاء الأفاضل أبو تركي وأبو نايف وعبد العزيز، جزيل الشكر. مليون مبروك طبعا للاتحاد، يستحقوا، عملوا عمل جبار، وحنتكلم طبعا في الحلقة أشياء كثيرة يستحقوا بكل جدارة صراحة. ذهبت البطولة لمن يستحق، وأشكركم على بالنسبة لنادي الوحدة. أنا أعرف مشاعركم الجميلة نحونا، ولكن يؤسفني أنا إنه تجينا مباركة للبقاء نادي الوحدة الكبير، يعني سامح الله أي إدارة تعمل فينا كذا. يعني اليوم لو تدروا إيش بنسوي في التوتر، العدالة كم، الخليج كم، المدريش كم، شيء بس توتر غير طبيعي. لكن الحمد لله إنه الوحدة بقت. الوحدة اسم كبير جدا جدا جدا، يستحق أن يقودها كبار. شكرا. جميل. لك أبو نورة، شكرا لكل اللي عندك، وشكرا لجمهور كورة ومتابعين برنامج كورة. الاستثنائي روما لم يكن غائبا عن يوم استثنائي بالنسبة للاتحاد، الكتيبة الاتحادية أيضا لم تجعل الجمهور يعيش القلق، وإنما من الدقائق الأولى أعلنت عن انتصار تقدم فيه الدوري وتدعو فيه الجميع إلى الاحتفال به في جدة في الجولة القادمة. تفاصيل هذه المباراة في التقرير القادم. مدينة المجمع الرياضية كانت مسرحاً لنجوم الاتحاد القادمين بحثاً عن التتويج أمام مضيفهم الفيحاء قبل نهاية دوري روشن بجولة واحدة. النمور حققوا مبكراً ما جاءوا لأجله بهدف من أحمد شراحيلي.
نجم الموسم رومارينهو يباغت الدفاع، ولكن حارس الفيحاء كان في الموعد. وفرحة في المدرج الاتحادي بهدف إتي الشرقية هناك أمام الوصيف، والعقرب البرازيلي كالعادة يخطف هدفا ثانيا مع نهاية الشوط الأول. شوط ثان كان عبارة عن أفراح في المدرجات الاتحادية، وكأنها تزف فريقها نحو اللقب، والتاريخي روما يستجيب لها ويسجل هدفا ثالثا حقق فيه العميد لقب دوري روشن السعودي للمحترفين. المحصلة النهائية لهذه المباراة هي بطولة الدوري والعودة مجددا إلى منصة التتويج، بعد أن نتذكر أن هذا الفريق كان قاب قوسين وأدنى في الموسم الماضي، بعد أن نتذكر أن هذا الفريق عانى كثيرا في المواسم الماضية، ولكن لأن خلفه جماهير ورجال وناس تعمل، بالتأكيد الإصرار على النجاح لابد أن يوصلك إلى النجاح. مبروك للاتحاد. مبروك بالتأكيد. أجيبة لو كان تحت الحراسة بصراحة، يعني اتحاد جدة بعد 14 عام من الغياب من 2009 يعود بطلا للدوري، كان قاب قوسين أو أدنى في الموسم اللي راح أن يكون بطل، لكن ظروف كثيرة ومتغيرات كثيرة ساهمت في ضياع الدوري. اليوم يا عبد الله لو تركز في الإحصائيات تجد لماذا الاتحاد هو بطل الدوري. هداف الدوري 20 هدف حمد الله، كورنادو صناعة 13 هدف، 21 فوز، تعادلين، خسارة واحدة. هذا يعطيك انطباع عن العمل اللي قام فيه انمار الحايلي، اللي قام فيه سانتوس، اللي قاموا فيه اللاعبين. اليوم واحد زي كورنادو جوهرة كروية متجددة في كل موسم يثبت أنه يستحق. حجازي جوهرة، قروهي جوهرة، أسماء كثيرة. اليوم يا عبد الله أيضا لو تركز ما يمكن تقتنع بأن هذا الفريق خسر اثنين من أعمدته المحليين الأساسيين سعود عبد الحميد عبد الله المالكي، ومع هذا لا يتأثر، لا يهتز، يظهر بهذا الشكل يعني بصراحة. وبعدين الامتياز الأهم للفريق الاتحادي أنه سيستضيف المونديال القادم، وهذا امتياز جديد وكبير. نرجع ونقول مبروك للفريق الاتحادي هذا الانتصار العظيم، وأيضا شكرا لعراب الدعم للرياضة السعودية ككل، الأمير الوليد وهو يقدم 3 مليون ريال. يستاهل الاتحاد. أبو نايف، يمكن المشهد اليوم في المدرج أعطاك مشهد الدوري بشكل كامل من خلال بعض اللقطات اللي قدمها المخرج. لما تشوف واحد جاي ولابس البشت وواثق أنه ممكن اليوم يتوج، تشوف الآخر أيضا فاقد أو أعمى وجاي يسمع، خلني أقول لحن الفوز، لما نقول أنه الثالث جاي وحط علامة كأس العالم للأندية أو اللوجو الخاص بفيفا كأس العالم للأندية على التيشيرت الاتحادي، هذا هو الدعم الحقيقي اللي ممكن أن يقدمه المشجع لفريقه. وأضيف على ذلك، لما تشوف فريق دقيقة 3 يجيب هدف، معناها انه اصلا جاهز ذهنيا، جاهز بدنيا، مركز على الهدف اللي هو يبغاه، تحضير على اعلى على على مستوى. والهدفين اللي جت واضح انها تفاصيل مدرب. لما نتكلم على كور ثابته، كور ثابته هذه من الاسرار، اصلا من اسرار الفريق اللي المفروض الفريق الاخر ما يعرفها. فلذلك لا، وعنده واحد منفذ، احنا نتكلم عن اسمه كورنادو. كورنادو هذا انا قلت لك ملك التمريرات للأهداف المتحركه،
يعني هو اذا نشن على ما يحط لك على المكان نفسه، لا يحط لك في المكان اللي ممكن تذهب له انت. فذلك بنفس الطريقه تقريبا سجل الهدفين جت من عند كورنادو. بالتاكيد شوف انت لما تمسك كباكج فريق الاتحاد كمجموعه عوامل لفريق الاتحاد قبل بدايه الموسم تقول هذا فريق اصلا هو المؤهل لها. لما تتكلم على استقرار عناصري، انا دائما اركز عليها استقرار عناصري، لما تتكلم على مدرب كبير استطاع ان يفرض ثقافته على نادي الاتحاد، لما اقول ثقافته انا جالس اقول للاتحادين ولاي احد يشوف كره القدم، انت شوف تعامله مع كورنادو كيف رجعه محور وكيف حطه في احتياط في البدايه، شوف تعامله في الواجبات اللي يقولها مثلا يسويها الحمد لله، شوف تعامله مع حمدان الشمراني، وشوف تعامله مع العبود اللي قد فتره من الفترات كان مفتاح الهجمات لنادي الاتحاد، شوف تعامله مع عبد العزيز البيشي، شوف تعامله كيف يلعب اللي هو كمارا في فتره من الفترات كيف يرجعه ويطلعه، شوف الفريق كيف قاعد يشكله، هو يلعب ثلاثه مدافعين موافقين الفريق، يلعب اربعه موافقين الفريق، جميع ايمان كامل من المنظومه كلها بسيطره المدرب على هذا، فلذلك طبيعي جدا اللي قاعد يصير. اضافه لذلك احنا قلناها ونقولها اكثر من مره، الجمهور لما يضع ثقته في الفريق، انا اتكلم على الجمهور اللي يحضر الملعب، ترى اتكلم على جمهور المدرجات، اتكلم على الجمهور اللي خل فريقه، انا متاكد ان الجمهور هذا هو الجمهور اللي بقى مع نادي الاتحاد في سنوات ماضيه عندما كان يصارع، ترى هم الموجودين الان، هم اللي جالسين يعني يمشون ورا الفريق، وانت تشوف في المباراه اليوم وتشوف الكثافه الجماهيريه خارج المنطقه، انهم عارفين ان المرحله هذه لا مرحله اصلا ما فيها مجال اني اجلس اعاتب. المباريات هذه يبغى لها فوز، هم حسوا بالضغط اللي صار على نادي الاتحاد في مباراه الباطن. بالضغط. الان لا، انت تشوف نادي الاتحاد كيف خلص المباراه من بدري، واضح ان الفريق هذا جاهز، ما في مجال بنتظر نتائج الفرق الاخرى، فلذلك بصراحه الفريق الاحق واللي تمسك بالفرصة وواصل عليها وعمل ونتائج عمل، أنا أتكلم على عمل ونتائج عمل، هو نادي الاتحاد. ألف ألف مبروك للأمة الاتحادية، ألف مبروك للإدارة، ألف مبروك للمدرب، ألف مبروك للاعبين. جميل. أبو عبد العزيز، يمكن تجربة كرسي الإدارة في مثل هذه الأندية اللي يكون فيها ضغط جماهيري كبير، أن تمر ببدايات متعثرة ثم قرب من إنجاز وتخسر في الثواني الأخيرة وتعود، الحقيقة يبيلها قلب قوي ويبيلها خلني أقول صبر، ويبيلها قبل هذا كله أنك لا تضع في قاموسك مبدأ الإحباط، نقول أنمار الحايلي، كعكي، حسن خليفة في الدكة وغيرهم اللي دارين أيضا لهم جهد. شفت طبعا اليوم نبارك للاتحاد، نبارك للرياضة السعودية، يعني عودة بطل مثل الاتحاد ليس غيابه عن البطولات، لا هو غيابه عن الدوري. الاتحاد ما غاب عن البطولات، الاتحاد في الفترة اللي ما حقق فيها الدوري 13 و14 سنة حقق سوبر، كاس ملك، كاس ولي عهد، فلم يغب عن البطولات الاتحاد ولكنه غاب عن بطولة الدوري. نبارك لبطولة الدوري عودة فريق مثل الاتحاد لها. الاتحاد عانى من ظروف كبيرة وكبيرة جدا، نتذكر انه من 2011 الى 2016 مر على 6 إدارات. فريق عانى او نادي كيان عانى من تعاقب الادارات وتعاقب الديون وتعاقب المشاكل. بدأ هذا الفريق تشكيله من 2018، واقدر اقول ان رومارينيو ومع قروهي ومع الأحمدي وبعد كذا بدأ يجتمع الفريق هذا اللي اليوم احنا شفناه، وكانت آخر الجواهر هذا العقد الكابتن حمد الله. فريق كبير يستاهل ويتستحق جدا ويستحق الاتحاد هذه البطولة. إذا بنتكلم عن الأستاذ أنمار الحايلي، أنمار الحايلي يثبت عاما بعد عام أنه رئيس النادي يجب أن يقاتل ويجب أن يناضل ويجب أن يكون هو آخر من ينسحب من المعركة. درس اليوم، درس لكل رئيس نادي، أنك آخر واحد ينسحب من المعركة، ليست أول واحد ينسحب من المعركة ويقول أنا ما أقدر ولا أنا ما عندي دعم ولا أنا الأعذار واجد. كان يقدر أنمار الحايلي بعد الموسم الأول له أن يتحجج بأي حجج ويخرج من ديون، من إيقافات، من قضايا فيفا، ولكن استمر. الاتحاد اللي على اساس نتكلم، الاتحاد هذا ثالث سنه ينافس على الدوري،
قبل سنتين كان الثالث وكان بينه وبين الهلال 5 نقط، العام بينه وبين الهلال 2 نقطة، اليوم أخذ الدوري وكلها مع الأستاذ أنمار الحايلي. أنمار الحايلي كان بعد السنة الأولى يقدر يطلع ويقول أنا سويت كل اللي أقدر أسويه، ولكن القضايا والديون و و و ويخرج، ولكنه أصر وكمل السنة الثانية. السنة الثانية خسر في الأمتار الأخيرة، خسر بصعوبة وخسارة حارس مثل قروهي في الأمتار الأخيرة في المباريات الأخيرة، ومع كذا استمر وناضل وجاء وعرف أن الخطأ عنده كان في نونو جوميز. جاب المدرب، جاب اليوم المدرب اللي تكلم عنه أبو نايف وتكلم عن الشباب وأحدث نقلة كبيرة في الاتحاد. اليوم اللي سواه الاتحاد على مدى هذه 3 سنوات هو كورس لأي إدارة، أي إدارة نادي تشوف اللي سواه الاتحاد. صحيح أنها تسوت أخطاء، ما حد يقول أن أنمار الحايلي 100% اللي سواه، ولكن أنمار الحايلي سوى لم يكن الرئيس المثالي، ولكن كان الرئيس القادر على إحداث إنجاز وإحداث تغيير. اليوم كل الناس تتمنى أن عندها أنمار الحايلي. أنمار الحايلي أنا أعرف حبه للاتحاد وعشقه للاتحاد، على كذا يجب أن يكون كل رؤساء الأندية لن تحقق منجز إلا إذا وضعت كيانك قبل كل شيء، قبلك وقبل فريقك وقبل مصالحك الشخصية. أنمار الحايلي يستحق ويستحق، والاتحاد يستحق هذه البطولة. إذا كان يعني ما ودنا نذكر الأسماء، ولكن رجالات الاتحاد كلهم على اختلافهم نبارك لهم، وإن شاء الله من بطولة البطولة وتشريف جي ممتاز إن شاء الله للكرة السعودية في كأس العالم الأندية بإذن الله. جميل. أبو أميرة، في هذا الجانب نعم الدوري يتحقق الاتحاد، ومعه عودة إلى البطولة العالمية باستضافتها في المملكة العربية السعودية. ومن كلام أبو عبد العزيز يمكن كنت أنا وأنا أشوف الأفراح مع نهاية المباراة أقول اليوم في كثير في المجتمع ناس تعطيك عن تطوير الذات أو القدرات أو كذا، ممكن ترى الوصفة الاتحادية هذه تعطيك كيف يمكن أن تطور من قدراتك كفريق في 4 سنوات مليء بالديون، مثقل ب خلنا نقول الغياب عن الدوري، بالحجج اللي ذكرها أبو عبد العزيز بالإمكان أن تملأ فيها صفحات وتغريدات، ومع ذلك تلتزم الصمت، تعمل ثم تعمل ثم تعمل، تجتهد ثم تجتهد ثم تجتهد، لا تيأس حتى تصل إلى مبتغاك. فعلا جد صراحة في وصفك وفي الفائدة اللي دائما برنامج كورة يقدمها، أنت الآن بكلامك هذا ستفيد الكثيرين. فعلا وصفة على أرض الواقع، مش كلام كذا مرسل، على أرض الواقع كيف تعمل تنتشل فريق وفريق كبير من القاع إلى القمة. مشاكل ديون اللي ذكرتها، في أخطاء أحضر، تذكر إحنا يمكن أول سنة أحضر لاعبين غير جيدين، لكن هذا الصح إنك تصلح خطأك. شوف اللاعبين الأجانب اللي جايبهم، جابتهم الإدارة لاعبين على مستوى، شوف المدرب أفضل مدرب بالتأكيد أنا أشوفه في يمكن جاء في الخليج وفي العرب، مدرب كبير جدا. ممكن أتكلمنا من بدري إحنا في هذا الكلام. ألف مبروك أخوي أمار وأخوي أحمد كعكي ومن معهم. أخوي أنمار بصراحة عمل جبار، سوى فعلا الوصفة اللي ذكرتها، راح اختار أحسن مدرب، ومدرب لاحظ مش بس يجيب اسم، مدرب مناسب لطريقة الاتحاد اللي نعرفها من زمان، وهذه أكبر ضربة وأكبر ميزة في الاختيار، اختيار اللاعبين الأجانب، العمود الفقري، فريق نتكلم دائما ما عنده احتياط. شوف المدرب ايش قاعد يسوي في كل مباراة. نهاية الدوري الضغوطات اللي حدثت بالتأكيد طبيعية جدا نظرا لما حدث الموسم الماضي، في دروب بسيط ولكن هو عامل نفسي، كل هذا تغلبوا عليه، هذا بالتأكيد يحسب الإدارة الكبيرة والعظيمة، وألف مليون مبروك، مبروك لجمهور الاتحاد العظيم. شوف عندك أفضل إدارة هذا الموسم أنمار وزملائه، أفضل جمهور الاتحاد هذا الموسم عمل عمل جبار ودائما جمهور الاتحاد، أفضل مدرب، أفضل اختيارات لاعبين أجانب، كل هذا وما تبغاهم يجيب الدوري حرام صراحة. الاتحاد حصل على أهم دوري في تاريخ كرة القدم السعودية، ليش؟ لأنه يؤهلك لكأس العالم للأندية، لم يحدث من قبل أنه دوري يؤهلك لكأس العالم للأندية، وبالتالي هو الدوري الأهم في تاريخ كرة القدم السعودية. مليون مبروك لكل اتحادي، مليون مبروك للجهازين الفني والإداري واللاعبين،
كانوا اللاعبين يعني اشوف ترى اللاعبين جمهور احيانا ينقد نازل مستوى فلان، ترى اكثر اشوف انه اكثر لاعبين لعبوا في الدوري لعب الاتحاد، لعبوا هم مصابين متاكد هم مصابين هم مرهقين، كانوا يتواجدوا ويلعبوا ويتحاملوا على انفسهم. هذا دليل، شوف ركز، في لاعبين فنديه ممكن يتمرد ممكن، لكن واضح جدا التعامل الاداري الرائع له اثره على اللاعبين انهم يعملوا بهذا الكفاح وهذا العرب. مباركه اخيره لاخي وصديقي رحمه الله عليه العضو الذهبي لنادي الاتحاد باسم خياط الذي راح عن عالمنا العام الماضي، كان يتمنى يشوف اللحظه هذه، فابارك لاسرته او اخوانه وابنائه واسرته الكريمه، الف مبروك لكل اتحادي هذا الفوز العظيم رحمه الله عليه. بالتأكيد الاتحاد يستحق منا أيضا المزيد من الحديث، وهذه المباراة أو الدوري بشكل عام في الكثير من المعطفات واللقطات التي سنتابع تفاصيلها بعد الفاصل، تكرموا بالبقاء معنا.